مشاهدينا الكرام على أرضية ميدان المرموم في هذه الأمسية في هذه الليلة الجميلة مع سن الإذاع سن الإبداع في هذه الانطلاقات في هذا المساء الذي سوف يسدل الستار على أسبوع الصغار في هذه الأمسية الليلة بهذه الانطلاقات والتحديات في هذا المهرجان مهرجان سمو ولي عهد دبي في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. ينطلق قبل قليل بحفظ الله ورعايته تاسع أشواطي مساء هذا اليوم الشوط الخاص بالإبكار لإذاع المحليات الأصايل. نسير مع المراكز الأولى مع الانطلاق الأول ونتعرف على تعزيز اللي تقود الشوط تعزيز من هجن الرئاسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي العملاق الذي يقدم هذه النوعيات الجميلة في هذا المساء. بينما المركز الثاني راهية من هجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري يضمرها تاتي في المركز الثاني. أما المركز الثالث الشاهينية لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم يضمرها سالم بن مطر بن حاذة الكتبي المركز الرابع من وصلت له في هذه اللحظات. هذه تاتي أنتر تاتي تتقدم من هجن البشاير وحمد بن غدير بن صالح الجنيبي اللي يضمرها. بينما المركز الخامس في هذه اللحظات المركز الخامس الزود من هجن الرئاسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري في خامس المراكز. والمركز السادس سادس المراكز تواجدت في علاج من هجن البشاير محمد بن حميد بن ثابت الوهيبي يتقدم مع هجن البشاير في المركز السادس. والمركز السابع الشاهينية من هجن ند الشبا وسالم بن سعيد اللي يتولى عملية التضمير في هذه اللحظات في المركز السابع. والمركز الثامن هذه الشاهينية من هجن العاصفة وكذلك المركز التاسع الشاهينية من هجن العاصفة غياث الهلالي يقود التضمير مع هجن العاصفة. والمركز العاشر هذه هملولة من هجن الرئاسة يضمرها علي بن يميل بن سباح الوهيبي. هذه النتيجة هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع الجميل. النداء الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة في مسار الشوط وتحدياته وانطلاقاته عودة إلى المراكز الأولى مرة ثانية في هذا الاندفاع. عودي إلى المراكز الأولى عودي إلى الانطلاق الأول وهذه اللي تاتي في المركز الأول الزود من هجن الرئاسة محمد بن عتيج بن زيتون يقودها المجازف الزود والراية لها مرفوعة جمهورها حازت على استمتاعه يمسجل الأرقام في الموسوعة سجل معك تي من حديث الساعة. هذه الزود اللي تتصدر القائمة وتقود مساري هذا الشوط ما تحمل شعاري هجن الرئاسة يقودها المجازف في تضميرها محمد بن عتيج بن زيتون المهيري تليها في المركز الثاني وتاتي راهية من هجن الرئاسة أيضا ويتواجد راشد بن محمد بالسم المنصوري في التضمير. بينما المركز الثالث وهذه الشاهينية في ثالث المراكز لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن مطر بن حاذ أبو نايف كذلك في عملية التضمير والتدريب على المركز الثالث. المركز الرابع علاج من هجن البشاير القادمة من السلطنة من ميدان البشاير للمشاركة في المرموم على الرحب والسعة دائما بهذه المشاركات والمؤسسات العملاقة. وكذلك شكرا محمد بن حميد بن ثابت الوهيبي المقدم هجن البشاير في هذه الانطلاقات. هجن العاصفة غير على المركز الرابع وتضمير غير
تحيات الهلالي المركز الخامس سناك تتواجد فيه وتتقدم. هذه شهب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيد بن مروشد السبوسي يضمرها في هذه الانطلاقات على المركز الخامس. المركز السادس سجن الرياسة وصلت مشاهدي الأعزاء جلمودة يضمرها محمد بن عتيج بن زيتون البهيري، والمركز السابع تتقدم فيه مشاهدينا أنتر هذه من هجن البشاير وحمد بن غدير بن صالح الينيبي يضمرها، بينما هناك في هذا الانطلاق هجن الرياسة على المركز الثامن مع علي بن يميل الوهيبي هملولة، والمركز التاسع هذه الشاهينية لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن ثعيلب الهايري يتولى عملية التضمير، والمركز العاشر أيضا هجن الرياسة هملولة يضمر هجن الرياسة اللي في المركز العاشر اللي هي هتان من هجن الرياسة يضمرها العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة للعشر المراكز وتقريبا النتيجة الأخيرة بالنسبة للعشر، بنكون هني مع الخمس المراكز الأولى لأن قربنا واتجهنا مباشرة إلى المنصة وإلى خط النهاية وإلى الناموس والفوز. شوف هذه الأسماء المتقاربة اللي بنتابع تبادل مراكزها في هذا المسار حتى خط النهاية. هجن العاصفة تتقدم بالمركز الأول، هجن العاصفة يضمرها غيات الهلالي الشاهينية ما شاء الله بأداها وشكلها الجميل مع لوحة الإعلان مع 1200 الشاهينية من هجن العاصفة يضمرها غيات الهلالي. تصدرت المجموعة وانطلقت إلى المركز الأول، بينما المركز الثاني هذه الشاهينية لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ضمرها عبد الله بن ثعيلب الهايري. هجن الرياسة في المركز الثالث مع راشد بن محمد بسم المنصوري، والمركز الرابع هذه علاج من هجن البشاير ومحمد بن حميد الوهيبي يتولى تضميرها. يا سلام الأمتار الأخيرة 800 متر، 800 متر بدت التحديات الانطلاقات، والشاهينية من هجن العاصفة تتصدر المجموعة وتقود هذا الشوط، تندفع بالمقدمة حتى هذه اللحظات بدون أوامر وعصاها في بطانها. تقريبا حتى هذه اللحظات صدرت الأوامر من الكل، يلا يا الهلالي حرك الأمتار الأخيرة. شوف الدخول هناك من هتان أطلت كالهتان في هذا الانطلاق من هجن الرياسة سلطان بن محمد وسالم الهيبي، وصلت هاملولة مع بن يمية، وصلت مع بن زيتون هناك أيضا اللي هي جلمودة والشاهينية هجن العاصفة صامدة. شوف هذا التنافس الشاهينية هجن العاصفة على المركز الأول مسيطرة خلاص. تهانينا لهجن العاصفة على هذا الفوز، وتهانينا لغيات الهلالي على فوز الشاهينية. المركز الثاني وصلت فيه مشاهدينا متابعينا الكرام هذه هتان من هجن الرياسة هملولة، في المركز الثالث من هجن الرياسة، المركز الرابع جلمودة من هجن الرياسة، والمركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتومة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى في حالة وصولها إلى خط النهاية في هذا المسار وهذا اللقاء الشيق والجميل. نشوف التوقيت مع مخرجنا عبد الله وادي في هذه المتابعة الجميلة، 9:07 من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة وتهانينا لغيات الهلالي على هذا الفوز. المركز الثانية التوقيت الزمني 9:08 من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة والتهنية لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي كذلك. المركز الثالث 9:02.5 من الثانية هملولة بهجن الرياسة، وعلي بن يميل الوهيبي كان في إدارة تضمير هملولة في المركز الثالث. هكذا كانت نتيجة هذا الشوط. تهانينا والناموس.